الثورة بل الثورة وبعد الثورة في نظرك أنت؟ والله في نظري أنا نحس في عينين الناس فما فرحة كبيرة، فما حاجة، فما كل واحد كيفاش يعبر عليها، فهمت؟ مي الفنان أسهل أنه ياخذ راحته أكثر ويقدم كما قال ريال، معناتها يقدم الشيء اللي كان ممنوع عليه وكان فيه ضغط عليه وحاول كيفاش يلقى ثنية من يسربه بطريقة انديريكت، فولي تو في الديريكت معناتها ما عادش عندنا إشكال معناتها بالنسبة لنا. شنو المشكلة اللي تعرضت لها في العهد السابق؟ والله المشكلة قالت والله اكبر مشكله تغيظني برشا انه نسجل سكتش وما يتعداش بالكل، مش حتى احنا استنسنا انه يتقسم منه حاجات، فهمني شيء نحب نقولوه، اما اللي غاضني موجود توا في الستوك بتاع حنا بعد موجود حاجات سجلتهم ما تعداوش، ان شاء الله تجي فرصه نهار ونكتبوا عليهم التاريخ اللي نسجل فيه. ما طولتش ياسر، جاتنا في وقت باهي، اللي زي توا خليه هذيك اللي مشى الوقت هذاك مشى على روحه، قال الراجل ضغط ظلمات ضغط قهر وقت ظلم، توا نحن في الحمد لله في فرحه وفي واحد ماذا بينا نفرحوا. شنو ندائك للشعب التونسي؟ والله ندائي للشعب التونسي انه كيما حسوا بعضهم وحسوا بالبوعزيز وصلت لهم الميساج، ان شاء الله توا ما توصلهمش ميساج غلط، ما يغلطوهمش حتى واحد، خلونا في البون ديريكسيون ونقعدوا اي كيما فات. ايوا غلطوني فماذا بينا نحن نقولوا ما نغلطوش، رانا ما ناس نغلطوا ورانا يد في يد الناس الكل بالحق. تحية تونس. تحية تونس على الكلمة هذيا نكمل تقول علاش، وان شاء الله تكون من مستمعينا لا في ان شاء الله. بارك الله فيك وان شاء الله في لقاءات اخرى. ما زلتم انتم تسمعوا في سوس راديو.